خطير دي خطيره والهدف الاول جول المنتخب الاندونيسي اول هدف في تاريخه في تاريخ مشاركته طبعا دقيقه 45 الهدف الاول للمنتخب الاندونيسي بطريقه رائعه جدا يعني تنفيذ الكره لعب كوماغ اللي تحصل اللي كانت تسبب في ركلة جزاء المنتخب له موشكو أو بالفعل كوماغ تريسنادا الذي تسبب في ركلة جزاء المنتخب الأسترالي من حسن حظ وأنه ضاعت ومن حسن حظ وأنه سجل هدف قبل نهاية الشوط الأول المنتخب الأندونيسي أي لعادة الصافرة الحاضرة من حكم الساحة باحتساب ضربة جزاء للمنتخب الاندونيسي ضربة جزاء للمنتخب الاندونيسي يحتسبها عمار اشكناني حكم الساحة في اللقطة الماضية هذه الكرة الماضية والاشتراك اللي كان بين لاعب المنتخب الاردني في اللقطة الماضية مارسيلينيو نفذ والهدف الأول يأتي جول أول للمنتخب الأندونيسي في اللقطة الماضية من ضربة جزاء الهدف الأول يأتي في الدقيقة 23 مارسيلينيو استطاع تسجيل الهدف الأول نقل الكرة التسديدة الهدف الثاني الهدف الثاني يأتي للمنتخب الأردني للمنتخب الأندونيسي هدف ثاني في الدقيقة 40 سليمان واتيان سليمان استطاع تسجيل الهدف الثاني في اللقطة الماضية وفي التسديدة الماضية الهدف الثاني يأتي في الدقيقة 40 هذه كرة مارسيليو في اللقطة الماضية نقل الكرة إلى الجانب وهنا ملعوبة بشكل جميل من واتيان سليمان وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 40 لمصلحة المنتخب الأردني إذن اثنين هذه الكرة الماضية واللعبة الماضية الهدف الثاني لمنتخب الاندونيسي 2-0 واتيان سليمان الهدف الثاني في الدقيقة جول ثالث للمنتخب الاندونيسي مارسيلو يأتي بالهدف الثالث للمنتخب الاندونيسي في اللقطة الماضية متأمل كثيرا ان المنتخب الاردني يعدل من نتيجة المباراة ولكن للأسف جاء الهدف الثالث للمنتخب الاندونيسي في اللقطة الماضية هذه الكرة الماضية كرة مارسيلو وتمريرته ومحاولة واستطاعته لاختراق الدفاع المنتخب الأردني في اللقطة الماضية بالصفر التسديدة الرابع الهدف الرابع يأتي للمنتخب الأندونيسي هدف رابع هدف الرابع للمنتخب الأندونيسي في اللقطة الماضية إذن الهدف الرابع يأتي عن طريق اللاعب رقم 4 أيضا في اللقطة الماضية لاعب المنتخب الأندونيسي لكن ما زالت المحاولة المنتخب الأندونيسي عن طريق رافائيل سترويك يسجلون أجمل أهدافهم في هذه البطولة
فرحة كبيرة هنا تختلط لدى مدرب المنتخب الأندونيسي المشاعر، أكيد في المشاعر الخارجية سعيد بهذا الهدف، لكن هناك مشاعر داخلية مدفونة بأن هذا الهدف يدخل في مرمى بلاده. هنا فرحة كبيرة، هدف بصراحة رائع من جيرمي سترويك، هدف لا يصد ولا يرد حتى لو عيد للمرة الثانية. لا أعتقد بأن مايك بوب سيتسلل، خطيرة التسديدة والهدف الثاني. المنتخب الأندونيسي يسجلون الثاني أهداف في مرمى المنتخب الكوريا الجنوبي، الهدف الثاني، ويؤكدون للمنتخب الكوري بأن المنتخب الأندونيسي ليس منافسا سهلا. لكي تفوز عليه بسهولة المنتخب الأندونيسي يرسل رسالة للمنتخب الكوري بأنه ليس فريق من السهل الفوز عليه، أو فوز في حال حقق ذلك ليس مجرد مفاجأة. المنتخب الأندونيسي يسجلون الثاني أهدافهم عن طريق رافائيل سترويك اللي يتخسر. Sneaks through Hussein Hassan, and Indonesia in the lead. Set pieces, they threaten all the time, the Indonesians. It's bronze today, but that could effectively be a gold medal goal in terms of a